لو سمحت. شوف يا بنتي، البنسيون هنا لسه معاك، وما دام الحكايه وصلت للاقسام وللبوليس فانا بقول يعني تشوفوا لكم مكان تاني احسن. طب ممكن يا مدام استنى لبكره؟ ادفع يا بنتي. عبده نزل الشنطه. ثابت البنسيون. لا لا يا ابني، قلت لك لا، ما اعرفش راحت فين. وانا تحت امرك، انا زي اخوك بالظبط. اشرب عشان الكلام يحلى. ما اشربش. على راحتك، احنا هنا ما نخصبش على حد ابدا. في صحتك. ايه كنت هتقولي يا ستي؟ الحقيقه انا محتاجه مبلغ صغير. من عينيا 50 جنيه من حساب صفاء. صفاء؟ صفاء ملهاش حاجه عندي. ملهاش؟ ايه ايه مالك؟ لا ابدا ولا حاجه. والمبلغ ده محتاجاه ضروري قوي. طب ونروح بعيد ليه؟ قصدك ايه؟ قصدي مدام صفاء مش موجودة تبقى عزة. يعني يعني ايه؟ شوفي يا عزة، انا راجل بيزنس بتاع شغل، ما اشتريش الا بضاعة حضرة. انا اسف قوي اني جيت لك. تعالي هنا. تروحي فين يا بنت الحلال؟ انت هتتعبي قوي هنا، ما يجيش الا اللي نسدد في وش كل الابواب، لكن انا بقى بابي مفتوح لك. انت اتجننت؟ انا اشتغل في كباريه؟ كباريه؟ هو احنا في كباريه؟ ده مالها ليلي، زيه زي اي مكان تاني، في النظيف وفي الوسخ، وعلى قد ما تدي يا بنت الحلال على قد ما هتاخدي. وادي الفلوس اهي تحت امرك. لكن ده انا عمري ما وحياة المنكر ده، ولا انا وشرفك، انا عمري ما فكرت اشتغل الشغلانة المهببة دي. لكن الدنيا غدارة، وهي غدرت بيكي زي ما غدرت بيا. ها قلت ايه؟ الفلوس ايه تحت امرك، خديها وحل مشكلتك. يلا يا امورة يلا.
نفسي حقيقة. السفارة عزيزة اتقل يا بيه، هتيجي لحد عندك برجليها. نت وصل اللعب امال، ما تستعجلش يا حلو. هد اللعب مار، احنا جايبين الناس هنا عشان تنبسط مش نقلبها لهم غم. احنا اتفقنا نعمل نمرتي واروح على طول، لكن ما اتفقناش على كده. وهو حد طلب منك حاجه يا بنت الحلال؟ شوف يا عزه، لم نفسك وفوقي قوي، مش قد الشغلانه دي بلاش منها، بس رجعي لي فلوس الاول. ايه الخمسين جنيه يا اختي؟ منين؟ خلاص يبقى تنزل الصالة ورجلك فوق رقبتك، فاهمة؟ الأستاذ بيقول لك عاوزين 150 جنيه كمان. لكن ده كتير قوي يا أستاذ عبد المتجلي. والله ما على الرسول إلا البلاغ، تجيب الفلوس إحنا تحت أمرك، ما تجيبيش الأستاذ مش هيحضر الجلسة. 150 جنيه كده مرة واحدة؟ ما كانش ينعز يا أمورة. دول مش عشاني، دول عشان صفاء، علشان ما تخشش السجن. والله العين بصيرة والإيد قصيرة. لكن دي مسؤولة منك. ليه؟ كنت خلفتها ونسيتها؟ لا، كانت بتشتغل عندك. كانت. طب احسبهم علي، أنا لازم أدفع فلوسي بكرة، لازم أنقذ صفاء. شوفي يا عزة، أنت بنت حلال وانا بحبك زي اختي طبعا. تعالي ورايا وانت تكسبي. على فين؟ مش عاوزة فلوس؟ ارجوك. خلاص تعالي معايا، هم دول اللي معاهم الفلوس، دول اللي معاهم فلوس البلد كلها، دول اللي معاهم كل اللي انت عاوزاه، مستعدين يدفعوا من جنيه لألف. اسماعيل القلع تاجر خردة وكل حديد البلد عنده، عبده بيه تاجر خيش بيصرف كل ليلة هنا أكتر من 200 جنيه. سيد علي مدير جمعية تعاونية، وتلاقيه بيتفق على بيعة فراخ لحسابه. وانت وشطارتك، وزي ما قلنا قبل كده يا بنت الحلال، على قد ما تدي على قد ما هتاخدي. عاوزة 150 جنيه؟ 150 ألف جنيه يقود بيه تحت أمرك. بس انت كمان يا حلوة لازم تكوني تحت امره. يلا يا قطة، ما تضيعيش الفرصة من ايديك. يلا يا حلو. يا مرحب يا مرحب، ايه النور ده؟ يا ارض احفظي ما عليكي. يا اهلا يا اهلا. مفيش حاجة تغلى عليك يا معلم، عزة تحت امرك. واحنا خدامين الحلوية. خلي البار ينزل الشمبانيا اللي عنده كلها. امرك يا معلم. السهرة دي للصبح. احسبك يا جود بيا اكبر تاجر في البلد، عتاجر في كل حاجة، اني بتاع كله. تاني دايب قوي يا سنيورة، في صحتك. ده احلى الليلة دي صباحي. الله قديش ليا على براحتك، انا مش مستعجل، انا عاوز رضاكي وبس. اشرب يا جميل اشرب.